احنا معانا محمد كان حاله الامفيزيما، كان المكان هنا مسود المره اشتغلنا عليه 6 جلسات في 6 جلسات لحد ما اطمننا. يعني كانت الرجل سودا خالص داخله على حاجه اسمها دراي جانجرين، الحمد لله اللي هي غرجرينه جافه اللي اسودت من هنا. قدرنا الحمد لله بفضل الله استخدمنا معاه انواع من العلاج الضوئي لحد ما اطمننا انه العدوى والميكروب، ان العدوى والميكروب ده انتهى تماما. شايفين رجله يا جماعه ما شاء الله اللي هو اكبر، مفيش اسود خالص. شايفين اللون البامبا الحلو ده؟ شايفين الحمد لله دي معناها ان الدوره الدمويه كويسه. وكمان عملنا له تصريف لمفاوي علشان التورم الليمفاوي، وقسنا دلوقتي بعد الجلسه ال 12 اللي كانت مع حالات الصعبه فاضطرينا نعمل 6 في 6، عملنا 12 جلسه لقينا ان هو ناقص 26 سنتي من محيط الرجل. دي كانت حاله تورم لمفاوي. التورم الليمفاوي ممكن الشد على الجلد يدخلنا في عدوى وميكروب، والموضوع مش سهل نلحق نفسنا قبل ما نوصل لاخر مرحله من مراحل الفتح، لان الجرح كان ملوث جدا وكان عامل ريحه صعبه. والحمد لله اتحكمنا فيه لحد ما خلينا ما شاء الله منظر رجله زي ما انتم شايفين زي الفل اهي، مفيش حتى قشره واحده ولا اي لون زي ما انتم شايفين. 26 سنتي من ميه كانوا في رجله، الحمد لله عملنا لهم تصريف لمفاوي بعد ما عملنا 12 جلسه. ان شاء الله نكمل لسه مكملين 6 كمان لحد ما نبقى زي الفل.